الشيطان الرجيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى أكاد أخفيها لتجزى كل نفس أكاد أخفيها لتجزى كل لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها. Don't stretch this. We talked about this. You see this? Yeah. Don't stretch it. أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى Repeat. إلى جناحك Start from you can start from تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى تخرج بيضاء من غير من غير سوء
إن آية أخرى من غير سوء آية أخرى لنريك من لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي again يفقه قولي واجعل لي وزيرا Do you know what the rule is here? Lam in lam. Remember we talked about this or no? Combination. What is the rule? For the Now we have lam in lam. If it was qaf in qaf, kaf in kaf, and the first one has nothing on top of it, that means it has an automatic what? Sakin. So this would be a lamu sakin. Yes. The lam that follows it now has a tashdeed. So this is silent. The lam that's following it has a tashdeed. This rule is idgham. So you have a combination of sound. A combination of sound, but no nasalization for lam. But if it was off, if it was calf, then you would apply the ikhfa, that the sounds would be combination, the combination of sound. It's idgham, so long as it's idgham. Instead of ikhfa, I may have said, but it would be idgham, the letters that, or even the letters that are similar, seen in sad. So those mirrored letters, but I don't think you got that far deep into it. That's probably why. But أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلام عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.